أعلنت بلدية باريس أنها قررت إبقاء احتفالات رأس السنة في جادة شانزليزيه رغم توقع احتجاجات جديدة لحركة السطورات الصفر بالتزامن مع الاحتفالات. وعادة ما تشهد الجادة الشهيرة احتفالات تقليدية بمناسبة رأس السنة، لكنها تحولت أخيرا إلى موقع يحتج فيه بانتظام المشاركون في تحرك سطورات الصفر الغاضبون من سياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية.